هز انفجار عنيف منطقة هايل في العاصمة صنعاء، وذكر مراسلنا أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت في أحد السيارات بالقرب من جامع بلال في شارع هايل، وخلف أضرارا مادية دون سقوط ضحايا. حصل معي ان انا جيت من البيت على اصلي في جامع بلال، فوصلت نزلت هذا انا بين السجاده وما اسمع للمذيع. هذا هو اللي حصل.